We are Paragon. So the strategy is not the strategy of one person. The effort is not the effort of one person. And it's really hard to pin whose idea is it. So we are super collaborative in the way we do everything. فعايز أبدأ بأن أنا أشكر every single one who participated in building this legacy. من أول النجار اللي هو بيمسك المسمار ويشتغل في الموقع لغاية بقية الorganization. سواء الorganization دي كانت الشركة، الموظفين، الinvestors، الclients، الpartners، suppliers، الconsultants. It's very hard and تقول I am Paragon. It's a we are Paragon. في جملة هي كانت الجملة اللي بتعبر عن كل حاجة أنا ممكن أتكلم عليها النهاردة وكل حاجة إحنا ممكن أي حد فينا يكون حاسسها النهاردة، ألا وهي the power of imagination. فكل حاجة حوالينا النهاردة هي كانت تخيل. So the development process من الأول خالص you imagine something and that something you have the freedom to imagine what this is. انت عندك الحريه ان انت تتخيل ده ايه. فانت ممكن تتخيل الفيزيبيليتي وتتخيل البروفيت، ممكن تتخيل البيلدينج الطوب والحيطان، ممكن تتخيل you can imagine the delivery but you could also imagine the life inside the building. انت ممكن برضو تتخيل البني ادمين اللي عايشين جوه البيلدينج. فالبيلدينج اللي انتوا باصين عليه النهارده ده هو عمره على الاقل 50 سنه. So this building will last for at least 50 years and we intend to do this and I'll tell you how and I'll look at ازاي. بس that means ان في ناس لسه ما اتولدتش هتيجي تشتغل في المبنى ده. ف خليني اشرح سريعا للناس اللي جايه تكون مش عارفه هي ايه فكره باراجون. ان باراجون at the end of the day احنا مش شايفين نفسنا شركه ومش شايفين نفسنا ان احنا بتوع ريل استيت بس. وي ثينك وي هاف ا فيلوسفي وعندنا امل ان احنا نوصل الفيلوسفي دي على قد ما نقدر ثرو ديفرنت انكرز، يعني ثرو اللي احنا بنبيع، ثرو ان احنا بنتكلم عن اللي احنا بنعمله، ثرو ان احنا نوبريت البيلدينجز. فالذا فيلوسفي امبلايز ان تو انكرز. رقم واحد ان empowerment. فانت ازاي ان انت بتقدم سبيس يخلي الناس تعمل اللي هي عايزه تعمله، فازاي تساعدهم ان هم يوصلوا للهدف اللي هم عايزين يوصلوا له. فامباورمنت لان انت في الاول وفي الاخر بتقدم سبيس. اللي احنا قاعدين عليه النهارده ده خرسانه but we're having an event ولكننا قاعدين في اوتيل. ان تاني حاجه هي الانسبيريشن. ان المباني الاداريه او المكاتب عامه في خلال ال 50 سنه اللي جايه هدفها هيبقى الكولابوريشن والكوميونيكيشن، ان انت بتروح المكان ده عشان تتكلم مع ناس تانية. النهارده السوبر ماركت او المول بقى امازون، والسينما بقت نتفليكس، والشغل بقى على زوم. So why would you come to an office building except لو الاوفيس بيلدينج ده فعلا بيخليك برودكتيف اكتر، بيخليك تعرف تكولابوريت مع ناس تانية. وانت هناك انت الويل بينج بتاعك احسن عن طريق كمية الإضاءة اللي داخل البيلدينج، عن طريق الفريش اير اللي موجود جوه البيلدينج، عن طريق الاير كواليتي، وعن طريق الثيرمال كواليتي أو الثيرمال كومفورت. So we think about all this while we're in the process. This is the imagination that we have. بنشوف شخص قاعد جوه البيلدينج بيشتغل and how would that person be the most productive. And that speaks to the success of what we're trying to do. So thank you every single person who invested. احنا شايفين ان دي كوميتمنت علينا ان احنا ازاي نحافظ على الانفستمنت بتاعتنا كلنا وبتاعة الكلاينتس that trusted in us. And I think Paragon Properties الولادة بتاع Paragon Properties هي هدفها ان ازاي تحافظ على long term asset value. ازاي فعلا الimagination اللي اتحط في الاول يحصل له realization في الoperation. So thank you everyone.